اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. بالتاكيد هنرجع بقى نتكلم في ترند اونلاين ونشوف الاجواء الخاصه به منافسات كاس العالم للانديه، زي ما بنتكلم على اخبار الاهلي وكيف يستعد الاهلي، وبنطمن على اخر الاخبار والكواليس من معسكر فريق النادي الاهلي. لذلك عبر السكايب اذهب من خلال ترند اونلاين الى ابو ظبي مع الزميل الاعلامي والناقد الرياضي الاستاذ ماجد جزر، الاعلامي بموقع جول. بالتاكيد هنتكلم معاه على كيف تستعد ابو ظبي لاستقبال كل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه. هو موجود حاليا في ابو ظبي وهيكون مكلف بتغطيه اخبار كاس العالم للانديه. استاذ ماجد، اولا برحب بيك وسعيد بوجودك معايا عبر شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا محمد، سعيد بالتواجد معاك للمره الاولى وسعيد بالتواجد على قناه النادي الاهلي. بالتاكيد اهلا بيك. طيب حاليا حضرتك موجود في ابو ظبي وتبدا بقى تغطيه فعاليات البطوله، عايز اعرف الاجواء عندك في اماره ابو ظبي، الاستعدادات لاستقبال الفرق، فرقه مونتريي وصلت، الاهلي وصل، خلال الايام القادمه او القليله القادمه هيصل بالميراس وتشيلسي، وهنبدا بقى نشوف المباريات بدءا من الغد، الجزيره الاماراتي مستضيف البطوله اولى مبارياته امام بطل تاهيتي. والله يمكن حتى الان خلينا نتكلم معاك، الاجواء الجماهيريه في الشوارع مش ظاهره بشكل كبير، ولكن في المولات التجاريه في بعض الفعاليات الصغيره اللي بتاكد لك ان خلاص باقي ساعات قليله على انطلاق نسخه جديده من بطوله كاس العالم للانديه اللي بتستضيفها ابو ظبي للمره الخامسه في تاريخها، وده طبعا رقم خاص ليها بتنفرد بيه ابو ظبي في استضافه بطوله كاس العالم للانديه. خلينا نتكلم النهارده، انا كنت في زياره لملعب النهيان اللي هيستضيف المباراة الأولى للنادي الأهلي قدام مونتيري المكسيكي، خلاص الملعب جاهز، الملعب كل حاجة فيه بقت جاهزة لاستقبال المباراة. يمكن الملعب أنا في ميزة أنا شايفها على الصعيد الشخصي، إن المباراة إن الملعب ده بيشيل 12,000 متفرج، دي ميزة، خاصة إن جماهير مونتيري هتكون متواجدة. تواصلت مع صحفيين من هناك أكدوا لي إن في 1,500 أو 2,000 مشجع جايين من المكسيك علشان يشجعوا فريقهم. اعتقد حضور جماهيري بالنسبه للنادي الاهلي هيكون اقوى واكبر بشكل كبير جدا وبشكل متميز، وده هيساعدنا في الظهور بشكل ان الملعب يبقى مليان ويبقى شكل الجمهور حلو، والتشجيع كمان وصل للاعيبه، لان ميزه الملعب ده زي ما قلت لك ان مدرجاته قليله وكمان مدرجاته قريبه من الملعب، فده ان شاء الله يحمس لاعبتنا طوال المباراه. على الصعيد الاخر، نادي الهلال السعودي بيستعد لمغادره الرياض والوصول الى ابو ظبي ان شاء الله خلال 24 ساعه، هيكون متواجد في ابو ظبي، واعتقد بالميراس خلال يومين ان شاء الله هو وتشيلسي يكونوا حاضرين. طيب نطمن من خلالك، اعتقد بعد فتح مساله شراء التذاكر من خلال موقع فيفا على الانترنت بقت تذاكر لمباراه الاهلي الاولى نفذت منذ فتره، يعني ما يقرب من حوالي 10,000 مشجع اهلاوي هيكون في اولى المباريات باذن الله. والله خليني اقول لك، انا كل ما اقابل حد ويعرف ان انا صحفي هحضر الماتش يقول لي لو سمحت انا عايز تذكره الاهلي. الموضوع الناس كلها هنا بتسال عن تذاكر لماتش الاهلي، فعلا كله عايز يحضر، كله عايز يآزر الفريق، كله عايز يدعمه، فانا بعتبر الشخص المحظوظ هو اللي لحق انه يحجز تذكره، لان التذاكر بمجرد ما الموقع فتح قفلت بعدها بحاجه بسيطه جدا، لان الجماهير متشوقه ان هي تشوف الاهلي في ابو ظبي من فتره كبيره. طيب هل الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه المحليه اختاروكم بمواعيد مؤتمرات صحفيه خلال الفتره القادمه؟ اي ايفنتات او احداث الاتحاد الدولي هينظمها على هامش هذه البطوله؟ والله حتى الان المؤتمرات الصحفيه، يعني النهارده بدات المؤتمرات الصحفيه، فهو كان الحضور اونلاين، ان انت بتحضر اونلاين وبتحضر سؤالك وبتبعته للمدير الفني او للاعب. اعتقد ان هو هيستمر الموضوع على نفس المنوال، اذا كان في اي تغيير هيبقى فيه هيتم اختارنا، ولكن اللي تم اختارنا بيه طبعا ان اللجنه المنظمه بتكون حريصه على الطاقم الفني والطاقم واللعيبه والجماهير وكل حاجه، كله لازم يعمل بي سي ار لازم قبل المباراه بيوم علشان يتمكن من حضور المباراه، لان النظام هنا بيشدد على اهميه ان انت تكون خالي تماما من اي مرض او اشتباه في فيروس كورونا. دي يمكن اكثر تركيز من اللجنه المنظمه والاتحاد الدولي لكره القدم حتى الان. طيب نقطه كمان مهمه جدا خاصه بالبطوله، لان هي حدث استثنائي ما تكررش كتير قبل كده، وجود ثلاث فرق عربيه، الجزيره الاماراتي، الاهلي المصري، الهلال السعودي، والبطوله بتقام على ارض عربيه. الحدث الاستثنائي ده انت لمسه ازاي من خلال وجودك في اماره ابو ظبي؟
والله تواصل معايا يمكن اكتر حد من جماهير الهلال على تواصل دائم معاهم، ناس كتير جايه تدعم الهلال. في نفس الوقت الجزيره انا شايف لافتات بتحث الجماهير على الحضور، ولكن اتوقع ان الحضور في مباراه الافتتاحيه مش هيكون بالقوه الكبيره، لان المنافس الناس بتعتبره منافس سهل شويه. لكن لو الجزيره عدى بطل تهيتي وقابل نادي الهلال، اعتقد هتكون مباراة قوية جدا من ناحية الحضور الجماهيري. وزي ما ذكرت لحضرتك من شوية، حضور الجماهير الأهلي، الكل مستني جماهير الأهلي، مستني تفاعلها في المدرجات، مستني الأغاني، مستني الأهازيج. أعتقد جماهير الأهلي هتقدم ملحمة، وكمان جماهير الهلال بسبب قرب المسافة بين الرياض وأبو ظبي هيكون ليها حضور قوي جدا. طيب، بمناسبة حضور جماهير الهلال أيضا من الرياض إلى أبو ظبي، الملاعب اللي هتستضيف البطولة هو ملعبين، ملعب النهيان لنادي الوحدة الإماراتي وملعب محمد بن زايد اللي هو ملعب نادي الجزيرة. الساعة الكاملة ولا نسبة كام في المية؟ النسبة المئوية اللي حددها الفيفا قد إيه؟ اللي هو المفروض إن الساعة الكاملة اللي هتحضر، بس أعتقد ملعب محمد بن زايد مش هتلاقي فيه الساعة الكبيرة. ممكن في ماتش الهلال وتشيلسي لو الاهلي قدر يتخطى وكان ولعب على ملعب محمد بن زايد، اعتقد برضه هيكون في حضور جماهيري كبير للنادي الاهلي، وده هيبان من اول مباراه يعني. اكيد. هل في وفد رسمي من الفيفا وصل عندك معلومه عن وصول جياني انفانتينو او مسؤول الفيفا، ولا ممكن يكون ده خلال الساعات الجايه؟ حتى الان لسه جياني انفانتينو ما وصلش ابو ظبي، ولكن خلال الساعات القادمه ان شاء الله الكل بيبدا يتوافد، وغالبا هيكون حاضر بكره الافتتاح ان شاء الله. اكيد. الاستاذ ماجد جزر الصحفي بموقع جول واللي حاليا موجود في ابو ظبي لتغطيه فعاليات كاس العالم للانديه كان معانا من خلال ترند اونلاين عبر السكايب. شكرا ليك يا استاذ ماجد. كان كلام مهم جدا بخصوص الحديث عن كاس العالم للانديه.